بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا المشاهدين، نكمل ما تبقى من الحلقة السابقة مع سماحة السيد عبد الغفور المفضل عن الديانات السماوية والديانات الغير سماوية. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد، نحن نعلم بأنك كثير السفر وأنتم من المقيمين في بلاد الغرب. سماحتكم، يعني ألا يوجد هناك مناظرات؟ لم تقوموا بمناظرات مع أصحاب الديانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. نعم، في بعض يعني بعض الأحيان لما يعرفون بأنه أنا شخصيا أنه مثلا رجل متطرق إلى ديانتهم أو مثلا إلى الديانات الأخرى، يسألون من باب أنه مجرد الاستفهام، ومن بعد ما يعرفون أنه أنا مثلا عندي اختصاص أو عندي مثلا نوعا ما دراسة في الديانات السماوية أو غيرها، راح مباشرة يسألوني عليها. يعني صارت عندي أنا عدة مناظرات في استراليا مع قسم، سواء كانوا من العامة اللي هم مثلا الناس العاديين، وأيضا مع الخاصة اللي هم يعتبرون بالنسبة لهم مثلا كبارهم، نقدر نعبر عنهم مثلا بالقساوسة. صارت عندي معهم يعني عدة تجارب، وحتى مع يعني يوميا تقريبا تصير من خلال مثلا الشارع أو في مثلا في الأسواق أو غيرها، أو حتى بالعمل مرات يكون يعني نوعا ما من الحديث المتبادل، وأيضا التطرق إلى الديانة سواء كانت اليهودية أو المسيحية أو حتى الديانات الغير سماوية. نعم. سمحت سيد، ما نظرة الغربيين إلى من يريد أن يجعل من عصير الالتهابات بين الغرب من ناحية والإسلام من ناحية، مثل اللي يظهرون على الشاشات ويهددون بحرق المصحف الكريم من قساوسة كبار، ما النظرة؟ يعني كيف يرون هذا الشخص؟ في هذا الباب يعني يجب أن نطرق إلى حقيقة بعدم يعني التطرق إلى مبالغة ونقول مثلا هم قابلين بهذا الأمر. معظم الدول اللي هي يعني نقدر نقول قوانينها تقضي بأنه مثلا لازم تكون عندك حرية الرأي وحرية ممارسة الدين أو حرية ممارسة طقوسك اللي أنت مثلا طقوس دينك، ما في شك أنه مثلا يحفظون لك هذا الحق في أنه ممارسة الطقوس الدينية، وأيضا يساعدون. أما من يتطرق مثلا، احنا عندنا من كل الأطراف، يعني سواء كانوا من المسلمين تجاه المسيحيين ومن المسيحيين تجاه منه المسلمين. يعني هذا أكو شخص تيري اللي هو موجود في أمريكا، هذا اللي يعني تطرق إلى أنه يحرق القرآن، هذا جمع يعني كذا ألف نسخة، آلاف من النسخ، أنه يريد يحرقها، وجمع ويا أناس واجه ردة فعل كلش قوية من الشارع الأمريكي. الشارع الأمريكي بعضهم اللي هو متعنصر، نعم قال إيه صح هذه مو ديار المسلمين وخلي يرجعون لديارهم، وبعضهم قال هي القضية مو قضية الكتاب، إذا عندك مشكلة أنت مشكلتك مع الأشخاص مو مع الكتاب. هذا باعتبار أنه كتاب سماوي يجب أن يحترم، إحنا عندنا الكتاب العادي يحترم، فكيف إذا كان كتاب سماوي؟ كتاب إذا كان مؤلفه موجود ولا زال على قيد الحياة وحتى وإن مات يقدر، وحتى هو طلع يعني أنا شفته بالتلفزيون قال إحنا بعض الأقراص
أقراص مثلا للمطرب الفلاني وغيرها نحفظها ونحترمها، فكيف بكتاب يعبر عن أمة ويعبر عن ديانة؟ تعتبر هاي الديانة من أكبر الديانات اللي موجودة على وجه الأرض أيضا، فالأفضل أنه الاحترام. فلذلك واجه يعني مواجهة جدا شديدة، ولكن يعني أخذ على عاتقه وسوى اللي يريده. نعم يعني أكو موجودين من هذا النوع. وأيضا قبل فترة أنا سافرت، يعني قبل تقريبا 15 يوم أو أكثر، كنت في لندن واطلعت على واحد من الفيديوهات أرسل إلي، فتحت واحد طالع مسلم، يعني نقدر نقول ينتسب للإسلام، وإلا ما مو مسلم. إحنا المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا إحنا عندنا المسلم. هذا الشخص يدعى ادعاءات كلش قوية، يعني من ضمنها أشياء جدا يعني مع الأسف إنه تنشر، يعني أشياء بسيطة. مثلا يقول أنا أريد أصعد البيك بين أن أغير أرقامها من الأرقام الإنجليزية للأرقام العربية. يعني هاي شي لها علاقة؟ هاي واحدة. اثنين يقول الملكة إليزابيث لازم تتحجب. يعني هسه هذا عقول؟ هذا إسلام؟ فإحنا ما فقط أنه نقول لا، أنه ما يصير هم هيك يسوون. إحنا أول مرة خل يشوفون المسلمين إحنا إسلامنا شنو، ونلزم أنفسنا، وبعدين نتطرق لمن؟ لقضايا الآخرين. أنت أضبط نفسك، وبعدين ذاك الوقت إذا عندك شيء انصح الآخرين. نعم. إذا أنت شخص، أنت أقوال نبيك، أقوال الله سبحانه وتعالى أنت ما جاي تتبعها، أقوال النبي ما تتبعها، السنة النبوية ما جاي تتبعها، تروح مباشرة تهاجم. نعم. هذا مو صحيح. لذلك تشوف عندهم ردة فعل، وهي ردة الفعل ناتجة، ويعني ما أقول أنا أنه من حقهم، لكن ردة فعل، هذا لكل فعل ردة فعل. نعم. هذه قانون. صحيح. نعم. نعم. سيدنا، بودي ولو تحدثنا عن مناظرتك مع الأب فرانك جونز رئيس الكنيسة الكاثوليكية في كامبرا استراليا. نعم، هذه الحادثة أو المناظرة صارت تقريبا سنة 2003 على ما أعتقد، يعني منتصف السنة. كنت أنا يعني بادئ بالبحث وعندي معلومات، لأن أول ما بدأت بالبحث في الديانات بدأت بمن؟ بالديانة المسيحية. الديانة المسيحية يعني دخلت فيها يعني إلى أعماقها إن شاء الله، ولكن بعد ما عرفوا يعني بعض الناس من أصدقائنا عرفوا، نقلوا هذا الكلام لمن؟ لهذا الشخص. هذا الشخص أراد أن يتعرف عليه، جاب ويا بعد كم قس وقال لي أنت مدعو إلى حضور، يعني مجرد أنه نسألك كم سؤال عن الديانة الإسلامية وأنت جاوبنا عليها باعتبارك طالب علم أو رجل مثلا متبحر نوعا ما في الديانة المسيحية، فنريد نشوف مقارنة مثلا مع الديانة ديانتك الإسلامية والديانة المسيحية، نشوف شنو الترتيب. إذا أمكن مع العلم كانوا ناس قبلي موجودين، يعني موجودين، لكن هم دائما يشوفون اللي بادئ بالبحث، يحاولون انه يشوفون اذا عنده نقطة ضعف يدخلون من خلالها. إلى انا لبيت الدعوة، رحت دخلت الى الكنيسة. لما دخلت الى الكنيسة هو قال لي منا ندخل، اخذني الى مكتبه الخاص، يعني مو المكتبة وإنما إلى مكتبة الخاص. لما دخلت المكتب نوعا ما كبير يعني، وموجودين مش كم واحد قاعد، فدخلت أنا سلمت سلام، يعني سلامهم المتعارف، وجلست. هو أول ما بدأ بالكلام قال فلان قس وفلان قس وفلان قس وفلان قس، أربعة هم كانوا وهو الخامس، كانوا جالسين وذول الظهر يعني نوعا ما متحضرين. أنا بمجرد أن دخلت هم كانوا يعني أسئلتهم حاضرة. جلست سألني قال
انت بحث بالديانة المسيحية؟ قلت له اتطرقت للديانة المسيحية. قال يعني تعرف بها؟ قلت له نوعا ما. قال انت بالنسبة لك حسب ما سمعنا انه جاي تدعو الناس الى انه مثلا ما ياكلون لحم الخنزير. قلت منين سمعت؟ قال سمعت بعض الناس قال انه انت جاي تدعو بعضهم المن شنو ما ياكلون لحم الخنزير. قلت له انا ادعو؟ قال لي قلت له مو انا اللي ادعو، والله جاي يدعو، الله جاي يقول لكم لا تاكلون لحم الخنزير، مو انا. عيسى بن مريم ايضا هو اللي جاي يقول لكم لا تاكلون لحم الخنزير، مو انا. واحد ما تحمل، انا جاي اتكلم مع من؟ جاي اتكلم وي فرانك جونز اللي هو الاب مالتهم الكبير. هذا واحد من عندهم ما تحمل، يعني ما قدر يصبر. قال شنو دليلك انت؟ حرمه احنا ناكله مو تونا، ابائنا واجدادنا ياكلون لحم الخنزير. انت تجي تعلمنا الدين؟ قلت له مو انا اعلمك، يجوز انت شيء غافل عنه. يجوز انت شيء ما متطرق له. او شيء قال لا لا احنا بنتطرق له واحنا اعرف بديانتنا من عندك. قلت له اذا فرض الراي هي شيء، اما انه اذا عندك دليل انه حليته فطرحه وخلينا نشوف، يجوز انا مخطئ. قال لا خلاص انت عليك، انت مو ادعيت، جيب البينه. قلت له بالانجيل موجوده. قال هذا انجيلك ما اعترف به. قلت له ليش؟ هو كانت يمه مكتبه. قلت له هاي المكتبه بها انجيل لو لا؟ قال لي. قلت له اذا امكن تقوم تنطل هذول اللي موجودين كل واحد انجيل وخلي يفتحونه. قال لا مو انت الانجيل اللي عندك مختلف، يعني حاول شنو يخلي الغلط عندي، او انه انا واضع شيء من عندي واقول انه هذا شيء حرام او حلال، او جايب فتشي او انجيل مطبوع وحاول انه شنو انشره. هو دخل المن الى المكتبة اللي جنبه، طلع من عندها اربع ناجل، طهل الجماعة. هذا الاب فرانك جونز مستمع الى الان، وايضا بوسع المشاهد الكريم اذا يسمع هذا الكلام ايضا يقدر يفتح الانجيل مع كلامي، يروح الى لاوين، لاوين يروح الى الاصحاح الحادي عشر السطر السابع، خلي يفتح ويشوف شنو المكتوب السطر السابع والمكمل الى السطر الثامن، خلي يشوف شنو مكتوب بالانجيل. وجهت له الكلام قلت له افتح لاوين الاصحاح الحادي عشر السطر السابع والثامن، مكتوب الخنزير لانه يشق ظلفا او لا يجتر لانه يشق ظلفا الى ظلفين، من لحومها لا تاكلوا وجثتها لا تلمسوا انها نجسه لكم. اللي جاوب عليه قال دقيقه دقيقه، قام راح على اللي موجودين يمهم قال موجود عندكم نفس الشيء؟ قالوا لي موجود. فالتفت لي قال من يوم تعرف بهاي المعلومة؟ قلت له أول ما تطرقت للدين المسيحي. قال شنو الغاية؟ قلت له الغاية تعرف أنا أنه هل أنا على المذهب الحق لو لا؟ أنا جاي أشوفكم أنتم تأكلون لحم الخنزير وهو محرم عليكم. قال لا ما محرم. قلت له دقيقة أنت الدليل شفته بعينك، وهذه أشوفها أنا مو من جيبي، أنا ما ببيدي إنجيل، إنجيل ما عندي، فممكن أنه شنو ترجع لإنجيلك اللي موجود عندك. رجع فتح الانجيل مره ثانيه، ظل يقرا. التفت المن لفرانك جونز، بس التفت له بنظره غريبه فيه يعني صراحه. وقال له كلمات قويه، قال له على مدى هذه السنين كنت تضحكون علينا، على مدى هذه السنين انتم تضحكون علينا. فرانك جونز ما قدر، ها طبعا بداية، احنا بداية النقاش، نعم بداية المناظرة. فقال له على مدى هذه السنين انتم تضحكون علينا؟ قال لا انا ما اضحك عليكم، هذا صحيح، وانا جاي احنا جاي نقول لكم انه حلال، لكن هو هذا من عنده جوع. قال شنو من عنده؟ هذا جاي عندنا الانجيل وجاي يقر بانه شنو لحم الخنزير حرام. فالتفت لي قال شكرا جزيلا على هذه المعلومة،
وأنا أعرف شلون أبحث عن ديني. الشخص الثاني كان مستمع يعني غير ذولاك الأربعة، هم ثلاثة أربعة، واحد اللي يظل دائما يناقش، وواحد مستمع يصغي ويستقبل، يعني مو عادي. نعم. إيش قال هذا الشخص الثاني؟ قال أنا المعلومة ثبتت عندي، لحم الخنزير من اليوم بعد أنا ما أكله. هذا اللي كان منصت، قال أنا لحم الخنزير ما له علاقة بقول فرانك جونز، أنا بالنسبة لي هنا توقفت. هذا واحدة. فرانك جونز شاف تغيير صار، وداخل داخل الكنيسة الكاثوليكية. الكاثوليك حسب ما معروف عند كل الناس هي من أصعب الديانات اللي موجودة بالمسيحية، أو من أصعب المذاهب اللي موجودة بالمسيحية، باعتبار أنه عندهم كاثوليك وأرثوذكس، تشيرش أوف إنجلند، وغيرها من الرومان كاثوليك وغيرها. فهاي الكاثوليك عندهم من المتعصبين جدا. فقال له قال من اليوم أنا انتهت بعد ما أكل لحم الخنزير. هذا ثار. قال زين شنو دليلك على هذا؟ نفسيته قال شنو دليلك انت بانه هذا انه لحم الخنزير محرم علينا احنا بتاتا، بدون شنو؟ بدون الرجوع الى الانجيل الاصلي. قلت له يعني انتم عندكم انجيل اصلي وخافين على الناس؟ يعني فتح فد شيء جديد على نفسه. نعم. هذا قال له انت جاي يعني تشككنا بديننا. قال له انت جاي تشككنا بديننا، فانت منين جاي تجيب هذا يعني؟ قال له لا انا ما قصدي هذا. حاول شنو يغير الموضوع. انا حاولت شويه برد، لانه هذه بعد صارت من جانبي. فقلت له من رخصتك انا ابدا شويه اساعدكم بهاي المعلومه. قال بمن ساعدني؟ قلت له انت قس وكلهم ذول اللي موجودين قساوسه. قالي قلت له هذه اللي قرأت لكم اياها موجوده وين؟ بلاوين. لاوين العهد القديم، التوراة، يعني تابعة لليهود مو لكم، إذا مو جاء عليكم. قال لي صحيح. قلت له باش تردون هاي ساعدكم بها. قال لي إذا إحنا المسيحية مو حرام علينا. قلت له لا حرام، روح المارك. مارك مسيحي كان يعني من اللي يعني ينقلون أقوال عيسى سلام الله. في قول من أقوالهم بمارك وبمتي أيضا، همه متي ومارك اللي هم يسمونه ماركس وماثيو، بالانجليزي ماثيو وماركس، واحنا عندنا يسمونه مرقس ومتي بالعربيه. ذولا يذكرون يقولون لانه كانت ارواح نجسه موجوده بعث بها عيسى، يعني بعد ما انه عيسى سيطر على الارواح النجسه، وين بعثها؟ بعثها المن الى قطيع الخنازير. ما قال قطيع من الخنازير، قال قطيع الخنازير، يعني كل الخنازير اللي موجودة. وأشار بأنه هذه الخنازير لا تلمسونها ولا تستخدمون جلودها ولا تأكلون لحومها، لا تستخدمون جلودها ولا تأكلونها ولا تمسونها أيضا. وهذه موجودة وين؟ في متي ومارك. فتحوا الإنجيل على ما أعتقد ماثيو، لأنه هذه بس بالضبط ما، ولكن أعتقد ماثيو الإصحاح الرابع السطر الثاني على ما أظن، على ما أظن، ولكن موجودة في ماثيو، في ماثيو موجودة، وموجودة وين؟ بمارك اللي هو متي ومرقس. فتحوا الإنجيل، أنا كانت عندي موجودة يعني مدونهم حاطن كأرقام موجودة عندي. فهذا من شافها قال خلاص بعد، يعني انت اعطيتنا ادله احنا مقتنعين بها من الديانه الاولى اللي هي العهد القديم الاولد تاستمنت وبالنيو تاستمنت اللي هو العهد القديم والعهد الجديد. فاحنا بالنسبه لنا خلاص صارت عندنا يقين، صار عندنا يقين بانه هذه القضيه انه لحم الخنزير ما نطرق له. قلت له مو بس لحم الخنزير حرام عليكم، الخمر ايضا حرام عليكم. قال لا فرانك ما يقدر، باعتبار الرجل هو شغلته يعني. فقال لا لحم الخنزير مو عفوا الخمر مو حرام. قلت له لا الخمر حرام، موجود ايضا بالانجيل، وايضا ذكرت لهم الادله، ومن الادله ايضا حتى يكون المشاهد على بينه كامله منه يقدر يرجع الى اشعياء الاصحاح الخامس سطر 11، يقول ويل للمبكرين صباحا
يتبعون المسكر، المتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. وبالأمثال اللي هو إصحاح أو الأمثال قسم الأمثال أو جزء الأمثال يقول الخمر مستهزئة، يعني أنه الخمر هي مكان للاستهزاء بالشخص. إذا واحد يشربه الخمر مستهزئة. المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. وأيضا في غلاطية الإصحاح أو الجزء التاسع عشر السطر الخامس يقول وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة داعرة. 20 اللي هو يقولها في السطر العشرين لأن هذا كان 19 عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غير سخط تحزب شقاق بدعة، إلى أن يصل المن إلى أفسس السطر ال 18 عفوا السطر ال 18 الإصحاح الخامس يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتثلوا بالروح. هاي كانت أنا خليها وين على أوراق، قلت لبيها قلت له هذه موجودة طلعوها، فقرأها واحد من عندهم وقال صحيح أنا موجودة عندنا جميعا، انتفض فران، قال أنت جاي تدعو إلى الإسلام وين؟ في مكان للمسيح، أو بالأحرى جاي تبشر بالإسلام في دار المسيح، هسه راح أجي أقيم عليك دعوة. قضية اختلفت من مناظرة إلى شنو؟ إلى أنها صارت قضية عداوة. أنا من شفت الأمر هيك صراحة وقفت. ذول اثنين القساوسة وقفوا وياي، قالوا وين تروح؟ قلت لهم بعد احنا انا ما اقدر ابقى باعتبار ما يقبل. فهو المهم شوية صار عصبي وقال بعد انا بالنسبة لي ما احب اشوفك بهذا المكان ولا احب انه تكون على هذا المكان. هذا كان جدا يعني جريء، قال له من ضعفك ما عرفت ترد بالأدلة، انت مو اهل انه تكون قس. الحمد لله والشكر بعد فترة بسيطة هذا الشخص قام يتردد عليه هو والشخص اللي كان وصلت، والحمد لله والشكر يعني بعد فترة من الزمن والتردد والمناظرة وياهم هم هذولا أصبحوا بحمد الله مسلمين. الحمد لله والشكر دار القساوسة. سماحة السيد بالنسبة للقس لماذا ثارت حفيظته للخمر فقط؟ باعتبار هم عندهم يقولون دم المسيح، دم المسيح تحول من دم إلى شنو؟ إلى خمرة. طبعا هذا شنو؟ مو بالإنجيل، تعاليمهم اللي يعلموها لمن؟ إلى الناس، وهي من التعاليم الخاطئة. لذلك هذه أثار حفيظ تليش، لأنه هم ما يقدرون يستغنون عن الخمر، يعني عندهم تجاراتهم تتوقف مثل لحم الخنزير، إذا يرجعون يحرمونه تجارتهم كلها تتوقف، وين يودون هاي الخنازير؟ وين يودون هذا الخمر؟ وبعدين ماكو دولة من دول العالم ما بها صناعة هذا الخمر، ماكو دولة من دول العالم ما بها، يعني إلا في بعض الدول اللي هي يعني نقول دول إسلامية زين، هذه بعضها إنه ما تصنع زين، لكن معظم الدول حتى من ضمنها الإسلامية كوبين تصنع هذا الشيء. ولكن اللي أثار حفيظته أنه هذه راح تتضارب ويا من ويا التعاليم اللي إجت منين؟ من الهيئات العليا. الهيئات العليا اللي إجتهم تعاليم راح تختلف، يعني راح تتضارب. وأيضا من يجون داخل الصلاة من يصلون هما من يخلصون من الصلاة يجون على من؟ يقول لك جسد المسيح تحول إلى من؟ إلى يعني قطع خبز بسيطة هيك يسوونها دوائر ويمرروها على من شخص يخلص من الصلاة، يمر عليهم ينطونه قطعة خبز من هاي الصغيرة قطعة ويشربونه شنو؟ خمر. نعم، لكن الخمرة اللي يشربون هم إياها مو خمرة اللي هي نقدر نقول يعني اللي هي مسكرة، بحيث أنه لأنه حتى الأطفال يطون يجوز يخففونها يجوز كذا ما أعرف، ولكن هي شنو؟ خمرة. لأنه يقول لك أنت جاي تأكل من جسد المسيح ودم المسيح، وباعتبار أنه يعني نوعا ما مثل الخرافات أو فتشير يدخلونها
يشبعون بها عقول الناس حتى العالم تدري شكلك أنا يا به أكلت من دم وصار دمي ولحمي منين؟ من المسيح عيسى بن مريم سلام الله عليه. لهذا السبب هو أثار حفيظ طلع أنه إذا قلت له إذا عرف بأنه هذه قضية حرام فصعبة يعني راح تتصادم وكل الأشياء اللي هو تعلمها واللي يأخذها من الغير. سماحة السيد بالنسبة للقساوسة اللي كانوا بالمناظرة اللي نظروا لفرانك نظرة الاستغراب أنه ما قدر يعني يواجهك، هل تم الاتصال معهم؟ شلون كان انطباعهم؟ دول الاثنين اللي كانوا موجودين اللي هم انتفضوا على فرانك دول كانوا شنو؟ كانوا بمجرد أن صارت المناظرة وطلعت أنا هم لحقوني قالوا ممكن ناخذ رقم تليفونك، أعطيتهم رقم التليفون قالوا احنا نريد نتصل بك بس على متعاليم بسيطة يعني يجوز عندنا نسوي مناظرة وياك أو شيء بس بيننا ما لنا علاقة بفرانك ماكو مشكلة. فأنا صراحة كنت أتوقع يسألوني سؤالين لكن بعد فترة اتصلوا بي الله يتصلون ممكن أنه نقدر نجي نقدر نشوفك نقدر مثلا نلتقي بيك، فصار أكثر من لقاء وأدلة وطرح من الجانبين. هم كانوا من يجون يجيبون النسخة اللي هي عندهم قديمة حتى شنو ما يكون بها مثلا نوعا ما من التحريف إذا أنا عندي مثلا جايب شيء جديد لهم. فيظليت أعطيهم أدلة يعني كثيرة من ضمنها مثلا على قضية أنه المرأة الحجاب حجاب المرأة لأنه هو حرام المرأة أن تكشف يعني زينتها مثلا للآخرين حرام ما يجوز. وأيضا بالنسبة لاتخاذ البوي فريند والجيرل فريند اللي هي ذولا بحكم المعاشرة يعني حرام بدون لا عقد ولا زواج، واعتقد صار يعني مصطلح معروف حتى عند العرب البوي فريند والجيرل فريند معروف يعني معروفة جدا هاي عند العرب. هاي اثنين الثالثة وغيرها طبعا من الأسئلة لكن هذه وقضية انه قضية الزنا كانت ايضا موجودة وبها حرمة. وأكو قضايا أخرى اتطرقت لها بعد يعني وياهم لأن هم ظلوا يسألون أسئلة حتى من ضمنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحقيته وغيرها أو عن الديانة الإسلامية شلون تثبت أنه هي حقيتها يعني هواي إلها أبعاد. نعم سمحت السيد شلون رأيت نظرتهم للإسلام؟ شلون يشوفون العالم الإسلامي؟ صراحة الاثنين اللي كانوا جالسين غير هذولا كانوا من النوع اللي متعند إلى قضيتهم يعني أكو فرق بين شخص يجي يريد يبحث في موضوع ويريد يستفاد من الموضوع وبين شخص لا إنه هو جاي عن يعني بس يريد يفرض رأيه عليك. هذا فرق بين هذا وبين هذا. أكو إنسان يتقبل المعلومة وكو إنسان لا يسمع المعلومة لكن ما يتقبلها وكو لا مباشرة بمجرد أن تطرح القضية يرفضها جملة وتفصيلة اللي هي صارت مع هذه. فبالنسبة لتقبلهم للإسلام صراحة كانوا هم أنا ما كنت أتوقع أنه هم يستقبلون الإسلام بهذه النفسية كان اللي أنا اللي أعتبرها صراحة كانت نفسية جدا رائعة ونفس الوقت نفسية باحثة يعني شخص باحث يعني تفرق بين أنه شخص باحث وبين غيره يعني حتى تطرقهم للمواضيع تشوفه تطرق يعني جوهري إلى جوهر الإسلام شلون جت التعاليم السماوية عليكم يعني هو قضايا تطرق لها من بداية الأمر على مدة تكون عندهم صورة وخلفية كاملة عن من عن الموضوع. نعم سمحت سيد أنت ذكرت أنهم دخلوا للإسلام والحمد لله كيف يتعاملون مع الإسلام؟ يعني بالنسبة لهم أنا أقدر أقول أنه تعاملهم مع الإسلام يعني قد يكون أكثر من تعامل المسلمين مع الإسلام. لهم تأثير في المجتمع؟ نعم بالنسبة لهم هم لما دخلوا علما للإسلام دخلوا عن عقيدة
فرق بين أنه شخص يدخل عقيدة وشخص مجبر. يعني أكو نساء مثلا، كثير من النساء لما دخلت إلى الإسلام دخلت مثلا عن حب بالرجل أو بالزوج أو بالشخص، دخلت على اليمن أن كونها أنه صارت مسلمة. وأكو شخص لا، يدخل علما عن عقيدة أنه صارت عنده فشي خاطئ وشي صحيح، لهذا السبب شنو صار عنده يعني إيمان كامل وتفاعل مع الموضوع. نعم. زين، وصاروا والحمد لله وشكر يعني صاروا أيضا دعات إلى إنه دعات. نعم. إلى الإسلام والحمد لله. نعم. سماحة السيد، ما هو الفرق بين الإسلام وبقية الديانات؟ الفرق من ناحية التشريع للديانات الغير سماوية طبعا كانت بجهد شخصي من بعض المفكرين لتلك الديانات، سواء كان يعني شخص منتمي إلى دين آخر أو شخص مخترع أو نقول مخترع أو مكتشف لتلك الديانة. نعم. وفق التعاليم اللي تعلمها مثلا من يعني من العادات أو التقاليد، وبنفس الوقت أيضا يعني مقتبسها أيضا من المجتمع اللي يعيش به. شنو المجتمع شو يتطلب مثلا، يفرض هذا النوع بالنسبة للقوانين، يعني يفرض هذا النوع من الديانة بالنسبة لمن القوانين أو الديانات الغير سماوية، وأيضا يمزج بين ديانة وأخرى لأجل شنو يطلع بديانة ترضي المجتمع اللي يعيش به، وقد يكون عنده مثلا نظرة مستقبلية مثلا لكم من الناس أنه راح يحتاج هذه الديانة، عنده فتح حسابات تكون. نعم. في ذهنه انه اكو ناس راح تتبع هاي النوع من الديانه. هاي بالنسبه لمن الديانات الغير سماويه. الديانه السماويه من ناحيه النزول هي واحده، يعني الله سبحانه وتعالى يعني امر بنزولها سواء كانت اليهوديه او المسيحيه او الاسلام كتسلسل يعني، وفي مقدمتها الاسلام يعني كتشريع الحمد لله انه لم يمسه تحريف، وأيضا لم تمسه إيد أو يد في تغيير المنهاج أو في تغيير تلك الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. من ناحية الأحكام والتعاليم بين الديانات سواء كانت الديانة اليهودية أو المسيحية أو الغير سماوية مع الإسلام، هذه من ناحية الأحكام طبعا تختلف جملة وتفصيلة. نعم، يجوز بعض الأشياء البسيطة اللي نعتبرها إحنا هي قضية فطرية، مثل ما قدمنا بالحلقات السابقة أنه مثل الاحترام مثلا هذا شيء فطري أنه الإنسان يحترم المقابل، مثلا من ناحية الظلم أو العدل أنه يحب العدل ما يحب أنه يظلم، فقط من هذا الباب انه تكون الديانات او الفرق بيناتهم، يعني فقط من ناحيه التعاليم والاحكام يكون بيناتهم فرق. نعم. سماحة السيد، لماذا لا يقوم المسلمين بالدعوه في اوساط هذه الديانات؟ الحمد لله المسلمون يقومون بهذه الدعوه، لكن يعني بالنسبه كتعاليم من الصعب أنه يبثوها بداخل الديانات الغير سماوية، باعتبار أنه معظم الديانات السماوية تؤمن بقضايا مادية، والقضايا الروحية تأتي بالنسبة لهم كشيء ثانوي، لذلك ما يقدرون يعني، وصعب يكون عليهم أنه شنو يعتقدون بديانة سماوية وآلهة غير مجسدة، شوي يكون عليهم صعب. ومع ذلك المسلمين ما مقصرين بهذا الباب، يعني موجودين الحمد لله في كل أنحاء العالم وفي كل بقاع العالم موجودين المسلمين، وأيضا جاي يعني يقومون بهذا التبليغ في تلك الأوساط، حتى في مجتمعات يعني قد تكون مثلا غائبة عن ذهن الإنسان أو مثلا بعيدة عن الإنسان. نعم، وصلها ذلك التبليغ وتبليغ المسلمين، لكن يعني بعضهم انه ليوصل هناك تكون معلوماته مو جدا قويه،
زين، وحتى من يريد يدخل المعلومات تكون معلومات يعني مو يعني مو بذيك القوة اللي تنهض بها كديانة كاملة، يكون يعني نوعا ما ركيك. نعم. ولكن عندنا الحمد لله وشكر، وخصوصا من مذهبنا المذهب الإمام الاثنى عشري، المبلغ لما يروح إلى منطقة أو يرسل إلى منطقة يكون الحمد لله وشكر على وعي كامل ودراية كاملة بكافة الأحكام وتعاليمها، وأيضا ينشرها في تلك الأوساط. نعم. سمحت السيد، ما هو موقف الإسلام من الديانات الأخرى؟ موقف الإسلام من الديانات الأخرى، الإسلام يكون كل الاحترام لتلك الديانات، يعني الإسلام يقر بما جاء به موسى، أو يقر بموسى وأيضا بما جاء به موسى، ويقر بعيسى وبما جاء به عيسى، يعني بما جاء به عيسى كرسالة بداية، يعني مو هذه اللي يقر به يقر بالإنجيل، لا، يقر بمن برسالة عيسى، ولا يعني أما قضايا الإنجيل وما موجود بالإنجيل لا، لا يقر بذلك، لأنه الإنجيل به تحاريف ومحرف. نعم. وكذلك مع النبي موسى سلام الله عليه يقر برسالة موسى، رسالة موسى يقر بها، لكن شنو؟ ما يعترف بالتوراة. ليش؟ لأنه التوراة أيضا مسها التحريف، وما نقدر نعتمد على كتاب محرف. لذلك الإسلام يحترم الديانات، وأيضا بالنسبة للأديان الغير سماوية الإسلام يحترم، باعتبار أن لهم شنو؟ حرية الرأي، حرية الفكر. إحنا اللي علينا شنو؟ اللي علينا أنه نوصل لهم المعلومة بأنه هذا ديننا، هذه معلومات ديننا، هذه تعاليمنا، هذه أحكامنا، هذه رسالتنا، إن أخذوا بها فبها، وإن لم يأخذوا بها هذا أمر راجع لهم يعني. نعم. زين، هذه من ناحية أنه الإسلام أنه رأيه أو مثلا شنو موقفه تجاه الديانات الأخرى. أما بالنسبة لموقفهم تجاه الإسلام هذا بحث آخر. نعم. سمحت السيد، كيف ترى صور التسامح وقوانين التعايش في الدين الإسلامي مع معتنقين الديانات الأخرى؟ معظم القوانين اللي جاء بها الإسلام هي قوانين الحمد لله كاملة، يعني تضمن حقوق الفرد كاملة، ولكن المشكلة تكمن في الشخص الذي يطبق تلك القوانين. مثل شنو؟ مثلا عندنا بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام يكونون عندهم يعني نوعا ما من السلطة، تكون عندهم نوعا ما من السلطة. هذه السلطة لما تكون عندهم تظل بيده أنه يا أما يمشي هذه القضية أو ما يمشي القضية. أضرب لك فد مثال، مثلا في بلاد إسلامية موجودة حاليا أكو شيء يسمونه قانون ضمان اجتماعي، وفي بلاد أخرى ما موجودة قانون ضمان اجتماعي. نعم. هذا يقر لمن؟ لأهله بالحقوق، باعتبار أنه مثلا هذا البلد فيه خيرات، يأخذ من تلك الخيرات ويضمن شنو؟ الحقوق لأبناء البلد. في بلاد أخرى مثلا ما يضمنها. القضية مو قضية الدين، العيب مو بالدين، العيب بمن؟ بالشخص، الشخص اللي تكون بيده أو اللي يكون بيده زمام الأمر. نعم. وهاي أيضا جاي يعني حقيقة واقعية جاي نعيشها حاليا، حقيقة واقعية بأنه معظم البلاد فيها خيرات، لكن الخطأ وين يكمن؟ يكمن في من يمسك زمام الأمر. بالنسبة للديانات الأخرى لما يجون إلى بلاد المسلمين راح يجدون مثلا شنو؟ ما يطبق عليهم من قانون البلاد يمشون به. المسلمين أيضا لما يروحون إلى بلاد أخرى تكمن فيها مثلا ديانات أخرى، راح كل من يمارس طقوسه وكل من يمارس عباداته بدون أي يعني ضغوط، ولكن شنو؟ الحقوق تبقى. الإسلام كتعاليم وكقوانين استفاد منها الغرب، استفادت منها الديانات الأخرى، باعتبار الديانات الأخرى ما فيها من القوانين مثل ما في الديانة الإسلامية. مثلا هو هذا برنامج الضمان الاجتماعي، هذا الإسلام جابه، اللي هو كان يسمى ببيت المال. نعم. هذا موجود،
لذلك استفادوا من هاي النقطة. قضايا القوانين مثلا فرض القوانين أو سن القوانين والاحترام وغيرها كلها هذه جاءت منين؟ من داخل قوانين الإسلام أو من داخل القرآن أو من داخل تعاليم الشريعة الإسلامية. سمحة السيد، إن شاء الله في الحلقة القادمة راح نتطرق إلى المستشرقين، نكتفي بهذا الجانب اليوم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، إلى اللقاء.